سلام، نتمنى تكونوا كاملين بخير. في الحلقة اللي فاتت كنا خلينا فاش ادم شاف كاع هادوك التصاور اللي كانوا عنده في المجر، التصاور اللي تصيفطوا ليه من طرف هذاك السيد اللي لقى لونفلوب ديالو اللي كانت لاصقه في البالون اللي تفرقعات بطريقه غير عاديه حدا المدرسه. المهم فاش غادي يحلهم كاملين ويشوفهم غادي يلقى بلي بزاف من هادوك التصاور فيهم هو براسو، كيلقى راسو هو وصاحبو هو امو وهو في بزاف ديال البلايص مختلفه. اذا هذاك السيد كان كيتبعو وكان كيصورو، وفاش غادي يبغي يمشي يقولها لامو وغادي تبغي تمشي تهز الفواتير ديالها وغادي تلقى وسط منهم واحد الرساله. فاش غتحلها غادي تلقى تصويره ديال ادم هو وصاحبه، وهذيك الرساله ما كان فيها حتى شي تامبر ديال البوسطه. هادشي كيعني باللي هذاك السيد اللي كان كيصور كان كيجي حتى للدار باش يتصور. المهم موت ادم فعلا غادي يتصل بالبوليس وغادي تمشي حتى لعندهم وغادي تشرح لهم الوضعيه كيفاش دايره. ولكن في الحقيقه البوليس ما عندهم ما يديروا، حيت ما عندهم حتى شي طريقه باش يقدروا يعرفوا هاد الشخص هذا. الرساله اللي تصيفطات لهم ما فيها لا تامبر لا عنوان لا حتى شي حاجه، ولكن قالوا ليها ما تخافيش راه هاد الايامات غنبقاو حاضرين ونشوفوا شنو كاين، و الا نتوما كان عندكم شي جديد قولوه لينا باش نعرفوا فين نمشيو. المهم من الاخر البوليس ما نفعوا حتى شي حاجه. ادم ومو غادي يرجعوا للدار وكانوا مخلوعين ديال بصح، كانوا كيقولوا مع راسهم في اي لحظه دابا غيكون هذاك السيد اللي مخبي كيصور فيهم كاين في شي قنت ولا حتى شي شجره ولا مورا الدار ولا وسط الدار نيت، ما بقاوش عارفين فمن يتيقوا فمن ما يتيقوش. ومت ادم ولا كيجيها هادشي بزاف، هاد البلان ديال التصاور، البلان ديال البالون، البلان ديال الدولار، البلان ديال الغابه، هو ما يمكنش هادشي يكون غير صدفه. داكشي علاش مت ادم غادي تقرر انها تبدل هذيك الدار اللي كانت فيها. هذيك الدار مش حال هادي وما جالسين فيها سنوات وسنوات، تولد فيها ادم وطراو فيها بزاف ديال الاحداث وعندها واحد النوستالجيا، ولكن مت ادم ما بقاتش قادره، ما بقاتش كتحس بالامان. وباش تحمي ادم قالت مع راسها ناخذوا شي ابارتمون تكون صغيره ولكن تكون وسط المدينه ماشي حدا الغابه. ولكن بطبيعه الحال باش تبدل الدار راه خاصها تلقى الدار فين غتمشي تسكن. ولكن قالت مع راسها الا بديت من دابا كنقلب من هنا واحد الشهر ولا شهرين غنكون لقيت وغادي نمشيو نسكنوا في شي بلاصه امنه ديال بصح. بينما هي كانت كتقلب ادم بقى عايش حياته عاديه، صراحه ماشي عاديه بزاف، حيتاش ادم حتى هو دخل الصاد وحتى هو كان كيحس بشي حاجه ماشي هادي وبحال شي واحد دائما تابعه. ولكن المهم تعود الحياه الى مجاريها. ادم وعمر كانوا ديما كيتلاقاو كيف ما العاده وكيلعبوا وكيديروا داكشي اللي موالفين كيديروا. وهنايا موت ادم ووالدين عمر غادي يديروا واحد البروغرام زوين باش يديروا لهم خاطرهم، وباش هادشي يتنظم غادي يقرروا ان كل ويكند يعني كل سبت وحد واحد غادي يمشي يبات عند الاخر، والسبت وحد اللي موراها هذاك الاخر غادي يمشي يبات عند الاخر، باش يبقاو سيمانه ادم كيمشي يبات عند عمر وسيمانه اخرى عمر كيمشي يبات عند ادم. الدراري عجبهم الحال ونشطوا وفرحوا. هو في الصراحه عمر ما كانش ساكن بعيد بزاف على ادم، كانوا بعادين تقريبا بشي 6 ولا 7 كيلومتر، وعمر كان هو ساكن تقريبا حدا الغابه ولكن من الجهه الاخرى ديال الغابه. يعني الا بغيتي تقطع الغابه وتمشي من الدار ديال ادم للدار ديال عمر خاصك تقطع الغابه كامله. المهم بحال الا ما كان ناقصهم حتى شي خير. واحد النهار عمر مشى يبات عند ادم، وادم غادي يفيق عليه هذاك الضمير المكلخ ديالو اللي كيجبد غير المشاكل، وغادي يعطيه واحد الفكره زوينه باش يستمتعوا بها بجوج. بكثرش ما بقاو كيلعبوا في البيت كيلعبوا ملوه وما يخرجوا للغابه، بقاو كيلعبوا في الغابه كيلعبوا فيها. وهو يقول ادم لعمر اجي نحاولوا نمشيو لدارك من وسط الغابه. وعمر بطبيعه الحال صاحبه كلخ منه قال ليه هذه فكره زوينه يلا نديروها. ولكن هنا ادم غادي يزيد يوسع الفكره وغادي يقول باللي هادشي ما غاديش نديرو غير باش نمشيو لدارك، اجي نديرو واحد الخريطه ديال الغابه، نرسمو كاع هاد البلايص اللي كنعرفو في الغابه ونرسمو الطريق بالضبط منين خاصنا ندوزو باش نوصلو لدارك، باش ما تعرف الا شي نهار حتى جيت نجي عندك من وسط الغابه ولا حتى جيت تجي عندي نعرفو الطريق بالضبط منين غندوزو. المهم الدراري مسالين قبهم بغاو يديروا شي حاجه وصافي. المهم بداو في هاد المشروع هذا، خداو واحد الورقه كبيره وبداو كيرسمو فيها الغابه وبداو كيتسركلو كيشوفوا اي قنت في الغابه كيرسموه، ها هنا فين كاين الماء، هنا فين كاين الشجر، هنا فين كاين الطريق، ها هي اقرب طريق، ها هي ابعد طريق. المهم تسركلو مزيان في ديك الغابه، واخا شي بعض المرات في شي بلايص
في الغابة فاش كيوصلوا ليهم كيحسوا بشي حاجة ماشي هي هذيك تما ودغيا دغيا كيتحركوا ويبقاو كيرسموا 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 حتى لواحد الوقيته وصلوا لواحد البلاصة فين خاصهم ضروري يقطعوا واحد الواد صغير باش يوصلوا للجهة الاخرى. ايوا باش يقطعوا واد صغير خاصهم يعوموا وميمكنش ليهم يعوموا حيت هما اصلا ما وصلوا لتما غير بالتخبي على والديهم. قالوا مع راسهم اجي نصنعوا واحد الباطو صغير نجمعوا الخشب وكذا ونصاوبوه مزيان باش نبقاو نقطعوا هاد الواد هذا. يا الله سير على الله عاوتاني يا مات هما كيصاوبوا كيبريكولي وسير شري وسير جيب ولصق وهرس. المهم اخيرا صاوبوا هذاك الباطو. ادم وعمر كانوا مقسمين الخدمه، كان ادم كيرسم النص ديال الغابه وعمر كيرسم النص الاخر ديال الغابه باش في الاخر يلصقوا دوك الخرائط وتعطيهم خريطه كبيره ديال الغابه كامله. هذاك الباطو هادشي كامل خدا ليهم ايام باش يصاوبوه، ولكن قالوا مع راسهم الا بغاو يقطعوا الجهه الاخر ديال الواد خاصهم شويه ديال الوقت زايد، حيت موت ادم فاش ما كيبقاوش كيبانوا ليها تما كتسنى 10 دقائق 20 30 ساعه وغتبدا تخلع وغتعيط للبوليس وغتبدا تقلب عليهم. داكشي علاش كانوا دغيا دغيا كيدخلوا كيرسموا كيديروا داكشي وكيعاودوا يرجعوا باش يطمئنوها. واحد الليله موت ادم كان عندها واحد الخدمه طارئه في الليل، والدراري قالوا هذه هي الهوته، هذه هي الليله فين غنخرجوا غنقطعوا داك الواد وغنمشيو نشوفوا شنو كاين تما. بعدا هذه اول مره غادي يخرجوا في الظلام حيت كانوا موالفين كيخرجوا في الضوء، دونك غادي يقولوا اجي نشوفوا اشنو درنا في هاد الخرائط واجي نجمعوهم ونشوفوا فعلا واش هادشي غيعاوننا نوصلوا للبلاصه فين كنا ولا لا. ادم غادي يحط الخريطه ديالو، غادي يجي عمر غادي يحط الخريطه ديالو حداها وغادي يلقاو بلي كاين واحد المشكل. وسط الخريطه كاينه واحد الخويه بحال شي بلاصه ما وصلوهاش ولا ما شافوهاش ولا ما ترسماتش كاع، ما فهموش بالضبط كيفاش داكشي طرا، ولكن كاينه واحد الخويه في الخريطه. الدراري قالوا غالبا هذا شي غلط درناه. دابا المهم يلا ما حد ماما ما كايناش نمشيو نقطعوا داك الواد ونشوفوا شنو كاين موراه. مو فاش خرجات كانت سدات الباب بالساروت، دونك غادي يخرجوا من الشرجم وغادي يمشيو كيجريو 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 حتى غيوصلوا لذاك الواد. فهاد الجريه اللي جراو كانوا كيحسوا بان شي واحد تابعهم، ولكن احساس حقيقي. غادي يطلعوا في هذاك الباطو وغادي يبداو كيزيدوا. عمر كان خايف، كان خايف ديال بصح حيت اول مره كيعيش هادشي، وغادي يقول لادم ادم كنحس بحال شي واحد تابعنا. ادم غيطمئنو وغادي يقول له صاحبي ما تخافش راه ما كاين والو تما، ولكن هادشي ما غاديش يعاون عمر وغادي يقول له لا راه ماشي خايف راه كنحس بصح بحال شي واحد تابعني. وادم غيقول ليه والله هذيك صاحبي راه ما كاين حتى شي واحد انت شوف، وغادي يغوت هاي بجد والو شتي ما كاين حتى شي واحد. غير غادي يقول ادم هاد الجملة. عمر وادم غادي يسمعوا واحد الصوت جاي من الحافه ديال الواد كيجاوب هاي